وعن آخر أخبار المال والأعمال نتحول فيها الآن إلى فاطمة خليل. شكراً إلهام نمر، شكراً أميرة العقدة، وأهلاً بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا بعنوان مدن المستقبل، الإطار والممارسات العالمية، والذي يسلط الضوء على مفهوم المدن المرنة والأدوات المستخدمة من جانب المؤسسات الدولية لتقييم مستوى مرونة المدينة، وذلك بالتطبيق على مدينة إنتشون الكورية الجنوبية في مجال الحد من مخاطر الكوارث. أوضح التقرير أن مرونة المدن تعرف بقدرتها على الاستجابة للصدمات والتعافي منها بسرعة والتكيف في وجه الكوارث والضغوط اعتمادا على الابتكار. أضاف التقرير أن المدن المرنة تتميز بسبع خصائص هي الاستباقية، الاستعداد للمستقبل، سهولة التكيف، المشاركة، التركيز على المواطن، الابتكار والشمولية. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أن إجمالية قيمة صادرات مصر بلغ نحو 43 مليار و 600 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 29 مليار و 300 مليون دولار عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته نحو 48.8%. أوضح جهاز الإحصاء أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت نحو 32 مليار و 500 مليون دولار عام 2021، مقابل 25 مليار و100 مليون دولار عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته نحو 29.9%، في حين بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء نحو 11 مليار و100 مليون دولار مقابل 4 مليارات و200 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته نحو 164.3%. إلى سوق المال، حيث قفزت مؤشرات البورصة المصرية لأعلى مستوى في نحو 6 أشهر مع إعلان الحكومة التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي. أنهت البورصة تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 25 مليار و400 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 745 مليار و800 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 10553 نقطة ليرتفع بنسبة 4.92% ليغلق عند مستوى 11272 نقطة. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2225 نقطة ليرتفع بنسبة 72% ليغلق عند مستوى 2241 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3196 نقطة ليرتفع بنسبة 51% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. يسجل الدولار الأمريكي نحو 22 جنيه و85 قرشا للشراء و22 جنيه و99 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 22 جنيه و88 قرشا للشراء و23 جنيه وقرشين للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 26 جنيه و44 قرشا للشراء و26 جنيه و61 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 6 جنيهات و22 قرشا للشراء و6 جنيهات و26 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 6 جنيهات و8 قروش للشراء و6 جنيهات و12 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع الدولار ليسجل نحو 1662 دولارا و79 سنت للأوقية. محليا سجل عيار 18 نحو 1028 جنيه، بالنسبة لعيار 21 وصل سعره إلى 1200 جنيه وهو الأكثر مبيعا. بالنسبة لعيار 24 وصل سعره إلى 1372 جنيه. أما عن سعر الجنيه الذهب، وصل سعره إلى 9600 جنيه.
تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بنهاية التعاملات في أبو ظبي. قفز المؤشر بنسبة 2.1%، بينما أغلق المؤشر الرئيسي في السعودية على انخفاض بنسبة 0.8%. ارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.6%. تقدم المؤشر القطري 0.5%، منهيا سلسلة خسائر امتدت 4 جلسات. ومع ذلك سجل المؤشر خسارة أسبوعية بنحو 3.1%، وهو ثالث انخفاض أسبوعي له. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام وأميرة لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل على هذا العرض.